السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقاتنا المتتابعة حول سد النهضة في قناتنا قناة ملوك النيل فاليوم سنتطرق في موضوع كما ترون في الشاشة نقاش حصل ما بين دكتور نادر نور الدين ودكتور أو مهندس عبد الرحمن فسنرى يعني بعض الأمور فأنا أحب أولاً أن يعني أدلكم على أن كل من يريد الحق أن يسمع هذا المقطع و واضح أنه من البرنامج إن شاء الله سأطلعكم عليه أنا أحب أن تشاهدوا هذا المقطع ولكن بما أننا فقط هنا للاستشهاد من بعض الكلمات التي تصدر من كلا الطرفين وهذا المقطع عبارة عن جدال أو حوار بين أو مناظرة بين شخصين يتبنون يعني واحد منهم يتبنى العقل يتبنى العمل مع إثيوبيا بطريقة انسانيه صحيحه، والاخر يرى الغطرسه والعلويه ويرى انه الافضل وانه ينبغي لاثيوبيا ان تنصاع وان فقط تذل وتقبل بكل ما يُملى عليها من قبل مصر، وهذا التفكير تفكير فرعوني ويرد عليه الرجل بنفسه وانا اريدكم ان تشاهدوا كل ان شاء الله حوار، لكن من هذه من هذه المناظره سناخذ فقط ونقتبس بعض الاشياء لنرد عليها. من بينها كما اشرت هنا كيف لمصر تدعي انها مع مع نهضه اثيوبيا ومع تنميه اثيوبيا ولكن في نفس الوقت يشهد مثل هؤلاء الناس بانهم حاولوا في منع اثيوبيا من ان تجد تمويلا من كل بلد وخاصه من الدول العربيه الى ان جاءت اتفاقيه 2015 على يد السيسي التي اعطت الضوء الاخضر لكثير من الذين كانوا يتوجسون خيفه من مساعده اثيوبيا. ثم بعد ذلك يعني بدأوا يعني حتى القبول بالمشروع وكذلك واخذ بعض المشاريع في داخل اثيوبيا طبعا متمنين ان ينتهي هذا السد ويضر لهم ب ويدر لهم بالكهرباء وكذلك بالمضخات يعني من هذه من هذه الانهار الموجوده في اثيوبيا. فلذلك الان خلوني اول شيء حتى تطلعوا فقط على نوعيه البرنامج ثم تعودون ان شاء الله لاصل البرنامج وتستمعون اليه بالكامل. فخلوني يعني اسمعكم بعضا منه ليس هذا طيب اذا من من الشاشه الحوار كان في النهار في البرنامج في تلفزيون النهار ويعني مباشره تعرفون نوعيه البرنامج. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في القسم الثاني من المناظره ونستكملها اذا هذه مناظرات تقوم بها هذه القناه ففي قضيه سد النهضه وما يتعلق بمصر في قضيه المياه وما يتعلق مع ضيفينا المهندس عبد الرحمن شلبي الخبير المائي والدكتور نادر نور الدين خبير المياه والاراضي واستاذ الموارد اذا هذا مهندس وذاك يقال عنه انه خبير المياه وخبير المياه وخبير سدود وكذا وهو لا يفقه في الهندسه شيئا وهذا مهندس يعني مدرس في الهندسه ويرجع اليه كثير من الاعمال في داخل مصر وهو يحكي بنفسه عن اعماله، واما هذا مدرس زراعه لكنه يدعي ويتكلم عن السد ويتكلم عن ما من شيء الا ويتحدث عنه على اساس انه خبير في ذلك الموضوع ولكن يعني فضحه الارمينيوس هذا الذي سجن في مصر المهندس الكبير عندهم فضحوا في إحدى البرنامج على الهواء مباشرة قال يا نادر نور أنت لست مهندسا وليس لك أي خبرة في الهندسة بل أنت مدرس زراعي فتحدث عن الزراعة وما يتعلق به أما الخبير خبير مياه وخبير سدود هذا كله تلفيق للموضوع تفضلوا بكلية الزراعة هذا الجزء نشتبك لا هو اذا هو في كليه الزراعه ويدرس في الزراعه فيه حول ما يقال عن دور اسرائيل في سد النهضه والتلاعب في منابع طبعا انا كلما اسمع اسرائيل انا اضحك يعني انا اخبرتكم قبل هذا يعني ان اثيوبيا مع اسرائيل ام مصر مع اسرائيل انا كنت دائما ارى بعض المواقع انهم يعني يستاؤون من علاقه السيسي بـ باسرائيل ويكتبون وان كنت لا ارضى هذا كشعب يعني مصري يقولون مصرائيل ولم يقولوا اثيوبيا ايل يعني فمعنى ذلك ان علاقه مصر باسرائيل وخدمه يعني مصر لاسرائيل اعظم واكبر وخاصه مع ظهور بعض المشاريع التي تعتمدها إسرائيل بأسامي مختلفة في سرابيوم وهو في سحارة سرابيوم واللي هو في سيناء إذا فيعني المخططات والأعمال الرهيبة التي عملتها مصر ضد الفلسطينيين يعني بعزل بعزلهم وحتى أنهم يعني يكادون أن يصبحوا سجناء حتى أنها كيف ساعدت الـ 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 اليهود بأن لا يعني يمرر لهم حتى الأدوية وكذا في حالات معينة نحن نعرف قصة مصر مع فلسطين وقصة مصر مع إسرائيل ومع هذا دائما يكررون موضوع علاقة أثيوبيا بإسرائيل وكذا ولكن نسمع الردود يعني وعجبني جدا الرجل الفاهم الذي يعني وهو من مصر ولذلك أنا أحب أن أستشهد دائما من أهلهم هم أنفسهم وشهد شاهد من أهله ميل والموقف السوداني من الأزمة سنعكس الأسئلة وترتيب الإجابة عليها بحيث أبدأ هذه المرة مع الدكتور نادر نور الدين الاشتباك الأول يقول اسرائيل تلعب دورا كبيرا في افريقيا واستطاعت الالتفاف في منطقه حوض النيل في ظل غياب الدوله المصريه مما افقد مصر قوتها ونفوذها في المنطقه دكتور فانا دائما اذكركم طبعا أنا اهلنا يعني اباؤنا اجدادنا يحملون جوازا مكتوب فيه يجوز الدخول في كل لحامل هذا الجواز يعني يجوز الدخول لك لكل العالم ما عدا اسرائيل وجنوب افريقيا. يعني ربما الدوله الوحيده ربما الدوله الوحيده التي تكتب بجراه وهي دوله فقيره ودوله في افريقيا ومع الخوف المتزايد في الدول العربيه مع اسرائيل وكذا لكن اثيوبيا استطاعت ان يعني تتحدى اسرائيل إلا وتخفف عن وطأتها وعن ضغوطاتها للفلسطينيين ولذلك يعني إمبراطور هيلا سلاسي هو الذي يعني كان يستخرج يعني جواز مكتوب عليه يجوز الدخول في كل العالم ما عدا إسرائيل وجنوب أفريقيا لكن أيضا جنوب أفريقيا كانت وطأة كانت تحت وطأة يعني بيض على السود فلذلك فهو رفض ان يدخل شعبه في هذه في هذين الدولتين. صحيح وبتلعب بذكاء شديد دون أن, ان ان انت تمسك عليها شيء ضدك، يعني يقول لك انا من حقي كدوله في الامم المتحده ان اقيم علاقات متوازنه مع كل دول العالم، انما هي بتقدم دعم فني لكل دول منابع النيل يعني نقدر نقول 8 من العشره دول المنابع باستثناء طبعا السودان انما هي متواجده في إثيوبيا بيخصص لها, لها هناك حوالي 400 ألف فدان بتستثمر في زراعتهم من عجيب هناك وبتصدر منهم لدول العالم في تنزانيا بتقيم هو يقول يعني هم أنفسهم مستثمرين في إثيوبيا بمليارين دولار يعني وإن كان يعني فيه ما فيه يعني ليس يعني مصر غالبا إذا دخلت في دولة من الدول لكي تستثمر هي معنى ذلك انها تدخل جواسيسها لكي تتجسس في هذا البلد، تصور وكذا وهذا طبعا ليس كلام يعني عادي وانما يعني كشف هذا في تونسيا يعني في تونس كيف يعني دخلوا بعضهم باسم التجاره ولكن مسكوهم وهم كانوا جواسيس لمصر فطردوا بعضهم وكان يعني حتى في هذا الموضوع قضية كبيرة جدا بين تونس ومصر هذا نتذكره وأما في أثيوبيا كان يرسلون حتى البابا اللي هو الأرثوذكسي وهو ليس بابا بل هو يعني كان من جواسيس مصر يعني للأمن إذا هذا عملهم يعني لذلك أنا في نظري وخاصة مع عدم يعني الرجوع إلى رشد إلى رشدهم في قضية مصر أنا لا أرضى أن يستثمروا في أثيوبيا أبدا لأن استثماراتهم مشبوهة وفيهم دائما يعني مثل هذه التلاعب ومسكون في كثير من المناطق من, من ضمنها السودان السودان دائما ضحيه يعني 25 ضابط مسكون في السودان في الفتره الماضيه يعني وهم اموات لكن القتال الذي شاركوا فيها والتي كانوا يعني اصلا دخلوا باسم الدبلوماسيين وكذا وكذا فلذلك نجد اشياء غريبه جدا من مصر نسمع من هنا وهناك فلذلك انا في نظري لو دخلت مصر لاستثمار في اثيوبيا الا بعد مسح والتاكد الكلي في من نياتهم ومن اعمالهم وكذلك ومع المراقبه. تراقبه أين يذهب وأين يجي وهكذا أما أن, تس أن تسمح له هكذا بفتح الباب كلية لا العديد من المزارع والخبراء هناك شغالين في الأمن الغذائي وحسن استخدام الموارد المائية ورفع كفاءة الري والتحول إلى إلى الري بدل من الزراعات المطرية يتحولوا إلى الزراعة المروية ما المشكلة إذا 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 إسرائيل صارت أفضل منكم يعني إذا كانت تذهب إلى أفريقيا ويعني تعلم الناس كيف يزرعون وكذا هذا جيد يعني هذا بخلاف مصر التي دائما تدعي أن هذا المشروع يضرنا وهذا المشروع يفعل بنا كذا وكذا وتحاول أن تمنع من تمويله وتذهب مع اسمه مع بنك التنميه وتقول له لا لا تدفعوا لي كذا اذا يعني افضل معنى ذلك على كلامه اسرائيل افضل اذا كانت تخدم الناس طبعا ده على حساب الميه اللي هتكون جايه الى مصر لان هو كل ما هو بيعتمد على الامطار كل ما بيسيب كيف على حساب معنى ذلك كلما نحن نمونا وكذلك زرعنا واكلنا معنى ذلك على حساب مصر فلذلك افريقيا عليها الا تاكل ولا تروي يعني فقط تبقى فقيرة حتى تشبع مصر انظروا إلى التفكير السطحي الهمجي العجيب أنا والله أستاء جدا أن أسمع مثل هذا الكلام من شخص اسمه نادر نور الدين يعني الدين يعني هذا ظلام وليس أبدا هذا لا علاقة له من... النيل دون أن يلجأ إليها فهم بيشتغلوا هناك بذكاء يعني معنى ذلك ان ترجع لمصر تقول يا مصر ممكن تسمحي لنا بزراعه مثلا في منطقه فلانيه عشان ناكل ما رايك يا مصر اذا قالت لا معناته لا نزرع واذا قالت لا ما في مشكله نزرع ما رايكم <تصفح> هذه هذا الطريقه المناسبه لهم يعني <تصفح> يا اسرائيل <تصفح> يا مصري ممكن ازرع ازرع ممكن واحد فدان فقط يعني عشان ما تتضرر وتاكل جيدا ايش رايكم شديد وما تقدرش تمسك عليهم حاجه انما لا يشارك بفعل مباشر يعني ان هو مش ما في اذا هو ينظر اليهم من الخلف يعني مباشر ما في شيء لكن عنده <applause> مشارك لا في تمويل ولا في عمال هذا هو ما يسمونه بعبع بعبع اسرائيل في مصر بعبع اسرائيل تفعل واذا حتى في سنه اذا صار شيء كان اسرائيل لها يد في ذلك <applause> البناء في سد النهضه مثلا ولا في آه. اي سدود اخرى حتى سدود اثيوبيا الثلاثه اللي اتعملوا وراء بعض في مخرج بحيره فيكتوريا مصر اللي شاركت فيهم انما هم بيشاركوا بالدعم الفني بيشاركوا في رفع مستوى وتدريب فبيدينوا بالولاء ليهم في زيارات تدريبيه من المهندسين الى اسرائيل ما شاء الله هذا اسرائيل معروفه بالتدريب ايضا نسمع في رفع كفاءه استخدام المياه في الامن الغذائي في محاربه الفقر في غياب مصر بقى. ممتاز هذا ممتاز اذا كانت مصر غائبه ماذا تفعل اذا معناته انها ت... ما شاء الله تعطي الكفاءات وترفع فقر وكذا يعني سبحان الله العيب هو المنع انك تذهب تؤيد او تنفق اموالك للمعارضه في بني شانقول وفي الصومال وفي اريتريا وفي كذا يعني تجعل الناس يتقاتلوا هذا عمل مصر طبعا واسرائيل اذا كانت تفعل العكس معنى ذلك اسرائيل افضل اسرائيل انسب بالنسبه لافريقيا اذا كان كما يقول لكن انا لا اعرف ما مشكلته ما هي يعني الاشياء التي تعملها مص... اسرائيل من الخلف لا بد يحدثنا والا يكون ايش هراء يعني فقط بعبع يعني كما قلت يا ولد بعبع جاء <applause> انتبه يعني اعملوا ده كله انما الناس هناك تحس ان مصر كمان موجوده الى جانب اسرائيل انما لا مش احنا مش موجودين وتقريبا سبنا لهم الساحه كامله يشتغلوا فيها وهذا خطا انما في الحقيقه لما مثلا نيجي هم نعترف بالخطا جيد هم في سد اثيوبيا عاملين حاجتين خطر علينا بيشاركوا بالدعم الفني في بناء السد و... اذا ما المشكله اذا كانوا ما شاء الله يعني من ناحيه الفن اذا كانوا جيدين جيد نحن نستعين بإسرائيل نستحي نستعين حتى بالشيطان إذا كان فني جيد ممتاز يعني كما تعلمنا منه آية الكرسي نتعلم منه أيضا في إدارة السدود إذا كان جيد يعني ما المشكلة في ذلك أبداء الأراء في ميول السدود وغيرها ثم هم مسؤولين مع الجانب الصيني في نقل شبكة توصيل الكهرباء من هذا السد ممتاز ودي هتتكلف 2.5 مليار دولار إذا أنا إسرائيل هنا شريك بس بتقول لك أنا ما شاركتش في السد، أنا حشارك في النقل. وإن كان هذا كذب يعني، أنا أشهد له بأنه هذا كذب، لكن ومع هذا يعني أن إسرائيل لو شاركت في في مثلا تمديد الكهرباء معنى ذلك أن هذا السد للكهرباء، وهذا الرجل يتناقض، يعني قبل قليل الآن أسمعكم يقول هذا السد ليس معمولا للكهرباء، إنما فقط لحجز المياه ثم بعد ذلك يقول لا إسرائيل تمول هذا السد بمليارين ونصف لأجل توصيل الكهرباء إلى داخل البلد والمدن والقرى ما رأيكم في هذا التناقض يعني هكذا يعني خبراؤهم يعني خبير المصري هكذا طبيعتهم الكهرباء بس بعديها انما أنتم لو منعتوا السد يبقى انا مش هشترك بعد شكرا دكتور نادر نور الدين مهندس عبد الرحمن كيف ترد على هذا؟ اسمعوا الآن هذا مهندس عبد الرحمن الشلبي هذا رجل يعني فاهم اسمعوا أنا مرض أن الدول كلها لها مصالح متبادلة بينها وبين بعض الله أكبر هذا معروف إلا دول معقدة عقلياً وينظرون إلى الأمور كعروبة كأفريقيا وكذا كلها في حساباتهم فيها تعسفية في حسابات تعسفية وحسابات تعصب ويعني والازدراء للآخرين وكذا إذا هؤلاء خليهم يعني في يجلسوا في بيتهم يعني ما لنا ولهم يعني لا مصر ولا شيء لكن إذا كنت يعني فعلا تعيش في 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 العالم لابد ان تتعاون مع الاخرين سواء بقى هي مصالح مائيه ولا مصالح زراعيه ولا صناعيه ولا ما المشكله وده مسعى اليه اسرائيل والصين ودول اوروبا ويجب ان احنا نسعى اليه برضه ولنا بعض المصالح بيننا وبين اثيوبيا بنحاول نسعى اليها لكنها ليست بالقدر الكافي ممتاز ما اعلمه عن اسرائيل ان اسرائيل ليس بها خبراء سدود الله فضحت الرجل يا رجل هو يقول لا عندها خبراء ترسل هناك تعلمهم و, و انظروا يعني ال الاخوين يتحدثان ونحن نسمع عندها خبراء زراع يقدر يزرع زراعات جافه زراعات بعليه يعمل يعني يطلع انتاج زراعي لكن ليس لهم خبره في السدود ولا عندهم سد واحد ارتفاعه خم خمسة متر آه ما عندهم ولا سد اذا هكذا يكذبون يعني ما في ما عندهم مشكله يعني شخص كبير كبير يعني حجما وعمرا ولكنه ياتي الى الشاشه ويكذب ما عنده اي مشكله هذه صفه موجوده فقط في بعض الذين نراهم دائما يتحدثون عن السد في, في مصر ما ادري ليش هكذا طبيعتهم حتى السد اللي موجود وقد يكون لهم يعني نظره اليه بعض السدود اللي اقيمت على نهر الاردن ونهر الاردن كله قد مش عندنا انما هم بيعتمدوا على مياه الامطار مياه الابار يسرقوا الميه من من الفلسطينيين لكن ليسوا خبراء في السدود ولا اعتقد ان لهم خبره ملموسه في 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 سد النهر ممتاز علينا ان احنا نتقارب بالمناسبه هذه شهاده مني ايضا والله زرت سد النهضه تقريبا اربع مرات لم ارى لاسرائيل وجود ما في ما في احد لو وجدت كان جيد لكن ما وجدته يعني عندنا هنود عندنا ايطاليين وعندنا الصينيين اكثر واوروبيين بعض الاوروبيين ايضا من فرنسا وكذا لكن لا يوجد اسرائيلي ولا واحد، ما رايت ولا واحد هناك. فحتى لو رايت كان ممتاز لكن ما رايت للاسف <applause> لمصالحنا مع الدول ونقدم الدعم الفني لدينا خبراء في السدود وفي الكهرباء وفي اشياء كثيره ولا يجب ان نقف خلف الستار. ممتاز يجب ان نتقدم المسيره وفي الحاله دي لن تظهر اسرائيل ولا اي دوله اخرى ممتاز شكرا جزيلا مهندس عبد الرحمن شلبي هذا هو الجزء الاخير ان شاء الله اليوم نتحدث فيه فكيف يعني عملت مصر في منع التمويل لمشاريع اثيوبيا المتعلقه بالمياه يعني ففي نفس الوقت تدعي انها مع تنميه اثيوبيا وانها تسعى لرفع قدر مستوى المعيشه في اثيوبيا وانها مستعده لمساعده اثيوبيا وانها ممكن ايضا تدفع الاموال لاجل بناء السدود كما تفعل هنا وهناك حتى انهم طالبوا هم يقولون طالبوا بمشاركه في هذا السد بالمال واثيوبيا رفضت <applause> كل هذه اكاذيب ما انزل الله بها من سلطان وانا اقول لكم عندما قال هذا أبو مريم صادق المهدي الشيخ صادق المهدي رحمه الله هذا الرجل عنده كتاب اسمه النيل يعني في مسألة النيل عنده كتاب يعني النيل في المستقبل أو كذا ماضي والمستقبل أو شيء من هذه القبيل المهم فهذا الكتاب ولكن أنا استمعت إليه نصا يعني استمعت إليه مباشرة وكذلك قرات في كتابه وهو يقول عندما مل الزناوي الهالك جاء الى حسن مبارك وطلب منه او جاء الى من اسمه هذا صادق المهدي يقول له نحن نريد ان نبني السد وما رايكم تشتركوا كسودانيين وكمصريين وقال بنفسه انا ذهبت الى حسن مبارك اطلعه على هذا الموضوع فقال لأقطعن يده هكذا قال له لأقطعن يده انظروا والكذب هنا يقولون لا نحن طالبنا ونحن ندفع كلام فاضي لذلك أنا أتذكر يعني بهذا آيات من القرآن يقول لو قطعن أيديكم هكذا الفرعون يفكر فرعون هكذا يفكر دائما فلذلك لا تكذبوا علينا لتقولوا لا انتم مع تنميه اثيوبيا، لا لستم مع تنميه اثيوبيا ابدا. آه الاشتباك الثاني في هذه آه في القسم الثاني من هذه المناظره خلص تقدير موقف اعده المركز الاقليمي لدراسات هذا آه هذا في ما يتعلق في كونغو كذا، لكنه في وسط الكلام خلونا ان هذا السد حيختفي من الوجود تحت الطمي بعد خمسين عاما. اذا لابد ان هم يبنوا سد في السد العالي وممكن ننزل بها جنوبا في السدان الجنوبي نبني معاه ثقه ونفيده لانه اكيد هو معوز جدا في الطاقه الكهربائيه واحنا بنعاني اشد المعاناه في الطاقه وهي ازمه السنين القادمه ازمه طاقه وازمه مياه وهم يستفيدوا بالطاقه واحنا نخش معاهم نبني الثقه المهم هذا يعني آه هذا الفيديو انا اريد آه منكم ايها الاخوه ان تشاهدوه آه كل يعني كله لاني لا استطيع ان استعرض الجميع لانه لسنا بحاجه الى ذلك، لكن من البدايه الى النهايه ارجوكم ان تستمعوا اليه لتعرفوا ما مدى يعني آه تفكير مدى التفكير المصري ليس كلهم يعني السياسي وبعض المؤجرين من السياسة أما الخبراء كمهندسين يعني كبار أمثال هذا عبد الرحمن الشلبي وكذلك عمر فاروق الباز عفوا وكذلك أرمينيوس وهذول كلهم ما شاء الله يعني, يعني لأنهم كبار يعني لهم باع كبير جدا في الهندسة فكل والجيولوجية أيضا فكلما تحدثوا يتحدثون بالحق ولذلك اريد ان نرجع لمثل هؤلاء الناس وليسوا للحداثيين الذين ليس لهم خبره وهم يعني ينصبون نفسهم في هذا الموضوع وهم ليسوا يعني اهلا لها فلذلك انا اكتفي هنا واريد ان اسمع منكم بعض الشيء ان شاء الله اذا كان عندنا وقت وثم ان شاء الله يعني نواصل في برنامجنا في اللغة الأمهرية بإذن الله تعالى نريد أن نسمع منكم فالاتصال يكون عبر الأرقام الظاهرة أمامكم 001 أربعة صفر أربعة تسعة أربعة ستة اثنين أربعة على الواتساب أو على تيليجرام ودائما يعني نرحب ب الاتصال المباشر في حال البرنامج وكذلك نريد ان نسمع منكم ولو يعني اراءكم بالرساله وممكن ان تتركوا لنا ايضا في الكومنتات كل ما يعني ترونه في هذا الموضوع باذن الله تعالى. اذا اليوم فقط اردت ان ايش ان اشير اليكم هذا والشيء الثاني والتناقضات التفكيريه. او في التفكير في قضايا سد النهضه يقولون مره انها للكهرباء ومره انها ليست للكهرباء ثم يقولون لا تمد اسرائيل سد النهضه بالكهرباء ويقولون لك هذا ايضا موضوع نتناوله هذا تناول خاص في قضيه بني شنقول وما يتعلق به وال والمعاهدات الاستعماريه التي تمت ما بين انجليز وايطاليا وما بين ايضا مصر والسودان، وليست طبعا في ذلك الوقت ليست اثيوبيا داخله فيه فهم يتقاسمون وفيما ليس لديهم، فهم يناقشون هذه المواضيع ونحن نختار ان شاء الله بعضها لنناقش بعد ذلك باذن الله تعالى. والان يداهمني الوقت واعتذر اليكم وان شاء الله نسمع منكم ايضا غدا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته